في أي اعتراض أي تمام نطلع حلوين الله يرضى عليكم. أول ما إجيتها أنا تقريباً كنت خايفة نوعاً ما كيف بدي أتعامل معهم، بس شوي شوي لقيت حالي إني مش حقدر أعيش من غيرهم. شغلي رائع جداً مع الأطفال، الأطفال هذول كتير أنا بحبهم وبحب التعامل معهم وبحب طبعاً الكبار وبحب فئة الصم بالذات. ليش؟ لأني أنا بديت معهم. فئة الصم فئة كتير طيبة هادية، فئة كتير بتحس إنهم قريبين منك. أولها طبعاً أكلت كفوف من الأطفال، أكلت شلاليت ولا يهمني. بس حبوني كتير وأنا حبيتهم. ذوي الإعاقة فئة رائعة جداً 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 ومهمشة جداً جداً جداً، خاصة الصم. يعني يمكن قد ما حاولنا نعطيهم حقوقهم لكن إحنا حاسين برضو بالعجز إنه نعطيهم أكتر. نقطة التحول في حياتي من ربة بيت لسيدة عاملة كتير خلتني أن كنت يعني إنسانة في حالي كتير ما أعرفش إشي. نقطة التحول هذه خلتني إنسانة تانية، أعرف لغة الإشارة، أعرف الصم، أعرف صديقات جداد، يعني قلبت لي حياتي رأساً على عقب تقريباً. أني توظفت في أطفالنا وصرت أقبض أول شهر. هذا أجمل إشي في حياتي. أكيد شهر حيكون جميل لأنه سمي باسمنا، لأنه إحنا الستات يعني الحمد لله الكل بحبنا وحلو. كانت والله أنا تقريبا كل شيء حلو عندي في موقف يمكن هذا مش حنساه نهائي. أيام زوجي ما توفى لقيتهم كلهم حواليا وكنت محتاجاهم طبعاً كلهم، حسيتهم إنهم هم عائلتي وهم أهلي ولغاية إنهم يتصلوا فيا إيش عايزة إيش محتاجة. هذا أصعب موقف في حياتي إني حبيتهم بزيادة. إيه 25 سنة كده مروا، لقيت هلا أنا يعني كمان آخر الشهر هذا أنا نهاية عقدي مع أطفالنا، حاسة حالي إني عشت أجمل أيام حياتي في هذه الجمعية. نهاية هذا المشوار تخلينيش أعيط لأنه كتير حازز في نفسي، إني كأي إنسان بسيب عيلته بده يسافر بلا عودة، أنا هيك حاسة. كتير شعور صعب بس كتير حلو إني أنا سايبة ورايا أشياء كتير رائعة، ذكريات حلوة، أصدقاء طيبين، إدارة أجمل من هيك ما في، كل شيء حلو. أم الصم للمجتمع، جمعية أطفالنا للصم هي في القلب وهي الرائدة في مجال الإشارة وفي مجال الصمم وفي مجال التعليم. بأتمنى في شغلي دوامه على طول ويضل ناجح من بعد ما أخلص والاستمرارية فيها.